إيقاف أبطال العالم وتحديدا لإيقاف ليونيل ميسي الذي يحظى باحترام كبير من ومن العالم. هذا كان حديث جراهام أرنولد المدرب أستراليا، الرجل الذي فعلا يتطلع لأن يترك على الأقل بصمة في المواجهات التاريخية التي فيها اكتساح كبير جدا. انطلقت المباراة والشعب الصيني كانت في 92، الآن التقدم ليونيل ميسي وعلى طريقته، الله الأسطورة احتاج إلى دقيقة واحدة فقط ليسجل الهدف الأول. الله 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 على الهدف. أتعبك يا ريال يا ماثيو، أتعبك مونديالية وودية، لقد تقدمك وأعطى العشاق والأنصار والمحبين. زاليس نيكولاس يضرب بالثاني، الكرة على طول تعتلي العارضة، ماكاليستر وصلت الكرة من جديد لدى ردة فعل، الكرة بتصل إلى الجهة اليسرى. يعني جراهام أرنولد الذي صرح أننا لم سمع، يا سلام، الله على الجملة والله على الثنائية. الكرة من المباريات التاريخية أمام أستراليا، كرة بتصل إلى الخارج. يومها لعب النهائي بهدفين لليون ميسي وجوليان ألفاريس. ليونيل ميسي يكسب خطأ الآن، خطأ حاضر جميلة وفرصة إنقاذ ناجح من دفاع أستراليا، إنقاذ ناجح. البحث مستمر بالنسبة، تحرك عن طريق إيدين أونيل يرسل كرة بعيدة إلى الخارج، ركلة مرمى. البحث عن ميسي دائما وأبدا عن طريق روليس، لكن الكرة ذهبت إلى الخارج. حاضرة أكونيا، حضر كرة إلى ركلة زاوية، ركلة زاوية، نيكولاس غونزاليس يفكر في المرور، تغطية، يرسل كرة في المرمى، لا، إيميليانو مارتينيز، إيمي ينجح بالوصول للكرة، أحد نجوم وشمل لها في ساقه الأيسر، تلك الساق التي جلبت كأس العالم لأستراليا. أفضل في هذه اللحظات من ماكي غري، عادت مرة أخرى واصطدام، تذهب إلى خطأ لمصلحة الأرجنتين. ومن نص فعلا خطفت من أمام روميرو العرضية، إيمي الآن واحد من أهدافه التاريخية الجميلة بالنسبة لخالد مسعد. فاز الأخضر بهدفين، الفوز في مباراة الرياض. خطأ على في ميسي بمر الكرة، يا سلام على الكرة، لكن ما، يا سلام، ميسي الكرة تعتلي العارضة، محاولة كانت ذكية وتمريرة في العمق أكثر من رائعة من رودريغو دي باول. كرة عادت وذهبت، لكن شاهد دي باول أسترالي، تقدم إيدين أونيل، الكرة اعتلت وذهبت إلى ركلة مرمى لمصلحة الجناح ميسي. الآن الكرة تصل إلى يكون قد سجل في جميع دقائق المباراة.
محاولة وخطأ وبطاقة صفراء على إتكين. خطأ على التنفيذ ليونيل ميسي إلى جوار رودريجو دي باولي. ترسل عالية نجاح في الإبعاد. ميسي يرسل الكرة قبضة اليد طيرة ما زالت ومرة أخرى ماتيو ريان على مرتين ومن تسديدتين الأولى من كرة بتصل لمصلحة الكرة دي ماريا الأرجنتينية الكرة طبعا خسر فيها اللقب. سكالوني أحدث ثورة جميلة أسترالية الكرة فاتت وعدت العقبة إلى كأس العالم. عندنا خطأ لمصلحة الأرجنتين الآن من إيرفين وماك جراي والكرة في النهاية إلى إيمي مارتينيز. البامبونيرا ميسي يكسب خطأ الآن. يقول ميسي سيكون هذا من دواعي سروري أن أكون حاضرا في اعتزال. أين الله الله تغير اتجاهها إلى ركلة الزاوية. كانت ذكية جماعة لسه قادر على العطاء. لذلك راقبوا كل شيء شاهدوا كل شيء الآن الله وهو كل شيء. الأرجنتين تسجل الآن على طريق بنزيلا هدف جميل ورائع يبدأه ليونيل ميسي ويصنعه دي باول ويعتليه براسه بنزيلا في هذه اللحظة. الله على العرض التاريخي الله على المرور الله يفكر يرسل كرة إبعاد ناجح من الدفاع الأسطوري ماثيو ريان أقرب للكرة. انتقل لأرضية الملعب عند العزيز خالد العرافة مع رئيس شركة بيرين. أهلا وسهلا فيك تركي. طبعا مناف اليوم سعيد بيفصل وبيلبس ويعني صراحة بس شوية يا مناف حناخذ الوقت منك. ليش؟ أنا معنا الرئيس التنفيذي لشركة بيرين الأستاذ موفق عبد الله. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. راعي البطولة ماخذ الاسم بطولة بالتأكيد تعني لكم الشيء الكثير المرة الثالثة إلى الآن. ماذا استفادت بيرين من هذه البطولة حتى هذه اللحظة وإيش الانطباع في اللي أخذتوه؟ شكرا. والحقيقة انطباع جدا إيجابي. مباريات ممتعة في هذه البطولة. البطولة هذه هي النسخة الأولى بأربع فرق بين أبطال كاس خادم الحرمين الشريفين وأبطال أقوى دوري عربي دوري سمو أمير محمد بن سلمان طبعا هذا عشان الموسم الماضي. وهذه طبعا النسخة الثالثة الحمد لله فاز فيها النسخة الأولى نادي النصر والنسخة الثانية نادي الهلال ونتشوق أنه يفوز فيها الاتحاد والفيحة بإذن الله. أنتوا طبعا كراعي تنتظرونها من سنة لسنة صحيح. لكن السؤال اللي يطرح نفسه في سنة رابعة بإذن الله. احنا في نقاشات دائمة مع الاتحاد السعودي وبصراحة يعني قيادات رائعة بقيادة الأستاذ ياسر المسحل والأستاذ الأمين إبراهيم القاسم والأستاذ يعني إبراهيم كلهم يعني النقاشات معهم إيجابية بإذن الله. كيف الدخلة؟